أهلا بكم يا أصدقائي في السلسلة الجديدة الشطرنج خطوة بخطوة من البداية إلى الاحتراف. هل لاحظت من قبل هذه الصورة؟ إنه أحد أساتذة الشطرنج يتنافس مع أكثر من لاعب في نفس الوقت، لكن إزاي بيفكر هذا اللاعب أمام كل موقف؟ ده هيكون فكرة الجزء الثاني من سلسلة الشطرنج خطوة خطوة من البداية إلى الاحتراف، اللي هندخل فيه داخل تفكير الجراند ماستر، بل ان هو بنفسه اللي هيقول لنا فكرة كل نقلة ولماذا لعبها وكان ايه البديل لها ولماذا فضلها عن غيرها. لكن قبل ما نبدأ لازم نتعرف عن المبادئ الثلاثة لكابابلانكا للفوز السريع. المبدأ الاول في مرحلة الافتتاح التعبئة السريعة الفعالة، المبدأ الثاني في مرحلة وسط الدور التناغم بين القطع، والمبدأ الثالث في مرحلة نهاية الدور الدقة وعدم إضاعة الوقت. ودول المبادئ اللي هنسير عليهم وهنتابعهم في كل فيديوهاتنا القادمة. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك. الشطرنج خطوة خطوة من البداية إلى الاحتراف، الجزء الثاني بعنوان كيف يفكر الجراند ماستر. فيديو رقم 16. دور بين اثنين من اللاعبين الروس تشيك اوفر امام رودانيسكي بجنبية الوزير المرفوض 1945. في الدور ده هنشوف خطة بسيطة اتبعها الابيض تشيك اوفر، بانه هيسيطر على العمود سي وهيضغط على بيدة السي 6، وده هيجعل الاسود يجيء بكل قطعه الى جناح الوزير، وفجأة الأبيض بينتقل بهجومه إلى جناح الملك والأسود لن يستطيع أن يجاريه، وفي النهاية الأبيض بيفوز بخطة بسيطة للغاية. الأبيض بدأ بجي 4 افتتاح بيدة الوزير جي 5، وهنا الأبيض لعب سي 4. النقلة دي هي النقلة المميزة لجنبية الوزير، ونقلة البيدة دي لها ثلاث أسباب رئيسية. البيضة بيضحي نفسه عشان الاسود ياخده وبذلك يبتعد عن سيطرته عن الوسط، وكذلك بيضة السي 4 نفسه بيهدد بالاخذ على مربع الدي 5 في الوقت المناسب وبيدمر سيطرة الاسود على الوسط، والسبب الثالث انه بيمارس ضغط على بيضة الدي 5 وبيجعل الاسود مشغول طوال الوقت بحمايته. على اي حال الاسود كمل بإي 6 والاسود بيحمي البيضة، والنقلة دي نقلة ضرورية، وإذا كنت عاوز تعرف عنها أكتر ممكن ترجع للفيديو السابق. لكن على أي حال النقلة دي لها عيب وهي تقييد تعبئة فيل المربعات البيضاء. نايت اف 3، النقلة دي نقلة تعبئة عادية ولكنها مش أفضل نقلة في هذا الموقف، والأفضل إن الأبيض يكمل بنايت سي 3 اللي هي نقلة تعبئة أيضا، لكن في نفس الوقت بتضغط أكتر على الوسط. لكن على اي حال الابيض كمل بنايت اف 3 نايت اف 6 بيشوب جي 5 بيربط الحصان بيشوب اي 7 بيفك ربط الحصان، وهنا الابيض بيلعب اي 3، وبكده الابيض بيقوي وسط البيادق وفي نفس الوقت بيفتح لتعبئه فيل المربعات البيضاء، واصبح بيضة السي 4 تحت الحمايه. والاسود كمل كسل نايت سي 3، دي زي ما قلنا نقلة تعبئة ولكنها نقلة تعبئة إيجابية لأنها بتساعد الأبيض في معركته من أجل الوسط وبتضغط على بيضة الدي 5، والأسود كمل بنايت بي دي 7. بالطبع ده مش أفضل مكان لتعبئة الحصان، لأن تعبئة الحصان على المربع سي 6 بتمنع تقدم بيضة السي إلى المربع سي 5، ولذلك الأسود لعب نايت دي 7 على اساس ان بيساعد الاسود في لعب النقله التحرريه سي 5 اللي بتهاجم وسط الابيض وبتعطي الاسود بعض الامتيازات في الوسط. والابيض كمل كوين سي 2، وهنا الاسود لعب سي 6. النقله دي نقله سيئه، والمفترض ان الاسود يلعب السي 5، واذا تابعنا الدور هنجد ان الاسود هيعاني من هذا البيضة حتى النهايه. على اي حال الابيض كمل بيشوب دي 3، وبكده الأبيض أنهى تعبئة كل قطعه الصغيرة مع الوزير، وأصبح أيضا مستعد للتبييت واستكمال الترابط بين الرخين. إذن من الواضح أن الأبيض له الأفضلية في هذا الموقف لأنه متفوق في التعبئة.
على اي حال الاسود كمل دي تيك سي 4، والنقله دي ايضا نقله سيئه لان الاسود بدون لعبه السي 5 يصبح بهذا الشكل بيسلم الوسط للابيض. لكن على اي حال البدأ بيهدد الفيل وبيضطروا للتراجع عن الوتر المهم، وفي نفس الوقت بيخدي المربع دي 5 لاحتلاله بالحصان. والدور كمل بيشوب سي 4 والاسود كمل في خطته بنايت دي 5، وبالنقلة دي بيجبر التكسير بين الفيلين وبيحرر دوره الى حد ما. والابيض كمل بيشوب اي 7 كوين اي 7 كاسل، وهنا الاسود لعب بي 5. الاسود اللي عارف انه متخلف بالتعبئة بيهاجم الفيل وبيجبره على التراجع، وفي نفس الوقت بيفوز بتيمبو لانه بيفتح الطريق لتعبئة فيله عن طريق الفيونكر. والفيل تراجع للمربع اي 2، ودي افضل مربع يتراجع فيه الفيل، لانه لو تراجع فقط للمربع دي 3 هيسمح للاسود بلعب النايت بي 4 بشوكة للوزير والفيل، والاسود هيتخلص من الفيل النشط للابيض. ولذلك في الموقف ده الفيل تراجع للمربع اي 2 وكمل الدور اي 6 نايت اي 4. الابيض بيحاول يستغل سيطرته على العمود سي وبيزود الضغط على بيدق السي 6 اللي هيكون محور هجومه في النقلات القادمة. والاسود كمل بيشوب بي 7، لكن الابيض زود ضغطه على بيدق السي 6 ولعب نايت اي 5، والاسود مضطر ان يحمي البيدق ولعب روك اي سي 8. وهنا الابيض لعب احد النقلات القوية في الدور نايت تيكس دي 7. الابيض بالنقلة دي تخلص من الحصان اللي كان حامل المربع سي 5، وفي نفس الوقت الاسود مجبر على الاخذ بالوزير، وبذلك اتخلص الابيض من قطعتين كانوا بيراقبوا المربع سي 5 في ضربة واحدة. ومن هنا الابيض اخذ المبادرة وكمل نايت سي 5 طالب الوزير، والوزير لازم يتحرك يكون حامي الفيل، ولذلك لعب كوين سي 7. وهنا الابيض لعب روك اف دي 1. الارخاخ من المفترض انها تنشط، ولكن عندما لا يوجد عمود مفتوح فيجب ان تذهب الى عمود نصف مفتوح او حتى عمود مرشح للفتح. حتى في حالة عدم وجود النوعين فالرخ بيجيء الى الوسط لكي يمارس ضغط على اعمدة الوسط، ولكن كمبدأ عام الرخ لابد من تعبئته. والاسود رد برك سي دي 8. الرخ اتحرك الى المربع دي 8 لان ليس له مستقبل على المربع سي 8، لانه هيظل وراء بيدق السي 6 اللي معرقل من التقدم، وكذلك بيسمح للفيل بالتوجه الى المربع سي 8، وبذلك بيحرر الوزير من حماية الفيل. والابيض كمل برك اي سي 1. الابيض بيهدد بالفوز ببيدق بلعب نايت تيكس بي 7، وبعد كوين تيكس بي 7 الابيض بيكمل بكوين سي 6 والابيض بيفوز ببيدق. ولذلك في الموقف ده الاسود كمل ببيشوب سي 8 كوين اي 4. الوزير بيتجه الى جناح الملك وبيهدد ببيشوب دي 3 ويطلب تشيك ميت على المربع اتش 7. والاسود رد بنايت اف 6 طالب الوزير، والابيض رد بكوين اتش 4 ومازال بيصوب على المربع اتش 7. والاسود انتهز الفرصة ولعب كوين اي 5 وبيحاول يعمل هجوم مضاد في جناح الوزير وبيهدد باخذ بيدق الاي 2، ولذلك الابيض لعب اي 3. والاسود واصل في هجوم المضاد في جناح الوزير ببي 4، والابيض رد اي 4، وهنا الاسود لعب نايت دي 7. الاسود بيهاجم الحصان اللي حامي بيدق الاي 4 قبل الابيض ما يكمل ببيشوب دي 3 ويهدد المات، لكن الابيض كمل ببساطة ببي 3 وبيحمي البيدق. وبعد نايت تيك سي 5 روك تيك سي 5 طالب الوزير كوين بي 6 روك دي سي 1، والابيض بيكثف الضغط على بيدق السي 6، ولذلك الاسود مضطر ان يكمل ببيشوب بي 7 وبيحمي البيدق لكن على حساب تقييد الفيل. لاحظ ان الابيض مع المبادرة وهو اللي بيقود الدور، والاسود بيكتفي بدور رد الفعل. على اي حال الابيض كمل في هجومه بالنقلة الرائعة اي 5، والاسود لعب كوين اي 7. لو الوزير ما تراجعش للمربع اي 7 وتراجع للمربع سي 7، الابيض هيواصل ضغطه على بيدق السي 6 وهيلعب بيشوب اف 3 طالب البيدق،
والاسود لازم يحميه، والطريقة الوحيدة هي روك دي 6، لكن الابيض هيكمل بروك 1 سي 4 وطالب بيدق البي 4، والاسود مقدرش يحميه، والابيض هيفوز ببيدق وهتزيد فرصه في الفوز بالدور. ولذلك كوين سي 7 لا تصلح، والاسود كمل بكوين اي 7، والابيض كمل في خطته ببيشوب دي 3 طالب تشيك ميت على الاتش 7، والاسود دافع بجي 6. دي الطريقة الوحيدة للدفاع رغم انها بتضعف موقع الملك وبتنتج 2 من المربعات الضعيفة بنسميهم ثقوب حول موقع الملك المبيت، والابيض هيستغل هذين الثقبين بكل براعة. لكن لو الاسود ملعبش الجي 6 ودافع بنقلة زي الاتش 6 دي ايضا لن تصلح، والابيض هيكمل في هجومه بكوين اي 4 طالب تشيك ميت، والدفاع الوحيد هو الجي 6. وبكده الاسود اضعف اكتر واكتر موقع ملكه، والابيض هينتهز الفرصة ويكمل بالنقلة الرائعة روك اتش 5. بالطبع الاسود مقدرش ياخد الرخ، والا هيتلقى التشيك ميت في نقلة واحدة بكوين اتش 7 تشيك ميت، واذا دافع بكينج اتش 7 الابيض هيفوز بعد كوين اف 4 طالب تشيك ميت على المربع اتش 6، والاسود ليس لديه دفاع كافي. ولذلك في الموقف ده الاسود مضطر ان يكمل بكينج جي 7 وبيكمل التفريع كوين اي 5 تشيك اف 6 كوين جي 3 طالب ياخد على المربع جي 6، والدفاع الوحيد هو الجي 5، لكن الابيض هيكمل بروك تيكس اتش 6 كينج تيكس اتش 6 كوين اتش 3 تشيك كينج جي 7 كوين اتش 7 تشيك ميت. ولذلك اتش 6 لا تصلح، والاسود كمل بالجي 6، والابيض استغل الاضعافات ولعب كوين اف 6. وبكده الوزير امن وفي موقع مسيطر، وخطه الابيض في الفوز هي تقديم بيدق الاتش حتى يصل الى المربع اتش 6 ويعطي تشيك ميت على المربع جي 7. ودلوقتي مهمة الاسود هو الدفاع امام هذا التهديد. لازم ناخد بالنا ان رغم ان الخطة بسيطة وسهلة الا ان لابد ان تنفيذها يتسم بدقة شديدة، وهنشوف بعض المواقف الحرجة اللي الابيض لابد ان يتصرف فيها بدقة، والا الاسود ينجح في افشال هجوم الابيض. الاسود لعب اولا روك دي 6 وبيخلي الصف الاخير عشان تراجع الوزير ووصوله الى المربع جي 8 وتكسير القطعة النشطة في هجوم الابيض وهو الوزير. ولذلك الابيض لو تسرع ولعب نقلة زي الاتش 4 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل بكوين اي 8، واذا الابيض كمل باتش 5 الاسود هيوصل لهدفه وهيلعب كوين دي 8 ويكسر الوزير. والابيض لازم يلعب بدقة ولعب النقلة الصحيحة وهي كوين اي 7 طالب الرخ، وده بيجبر الاسود على لعب روك اف جي 8، وبكده المربع الحرج تم شغله بالرخ وليس بالوزير. وهنا الابيض يلعب ببساطة النقلة اتش 4، والاسود كمل بروك 8 جي 7 وبيحاول يطرد الوزير، لكن الوزير بيرجع للمربع اف 6، وهنا الاسود بيحاول يكمل في خطته والوصول بالوزير للمربع دي 8 وبيكمل كوين اي 8. وهنا ايضا لو الابيض اتسرع ولعب نقلة زي الاتش 5 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيوصل للمربع دي 8 بسلام ويلعب كوين دي 8 ويجبر تكسير الوزيرين وهجوم الابيض ينتهي. ولذلك الابيض ملعبش الاتش 5 انما لعب ببراعة النقلة بيشوب اي 4، والوزير حاليا ما يقدرش يوصل للمربع دي 8 والا هيفقد بيدق السي 6 المهم. ولذلك الاسود كمل بكوين اي 8 وهنا الابيض لعب اتش 5. لو الابيض ملعبش الاتش 5 وكمل بالنقلة بيشوب تيك سي 6 هتكون نقلة سيئة، لان الاسود هيكمل بيشوب سي 6 روك سي 6 روك سي 6 روك سي 6، وهنا الاسود هيلعب روك تيكس دي 4 على اساس ان الابيض لو اخد على المربع دي 4 الاسود هياخد الرخ ويوصل للتعادل المادي، والاسود عادل الدور مرة اخرى ولديه فرص للقتال. ولذلك الابيض لابد ان يتخذ الحرص وبدلا من لعب البيشوب سي 6 لعب بكل براعة النقلة اتش 5. لاحظ ازاي الابيض بينتهز فرصة ان الاسود مشغول بالدفاع وبيتقدم ببطء الى الامام حتى يصل الى المربع الهدف H6.
والأسود بيحاول تغطية التهديدات على كلا الجانبين من الرقعة ولعب روك دي 8 وبيدي فرصة للوزير إن يحمي البيدق، لكن حاليا بيدق السي 6 بيبدو إنه محمي بثلاث قطع الفيل والرخ والوزير، لكن الوزير الأسود أيضا مشغول بتهديدات المات بلعب النقلة اتش 6، ولذلك بنقول إن الوزير الأسود مثقل بالأعباء والأبيض انتهز الفرصة ولعب بيشوب تيك سي 6 على أساس إن الوزير خارج عن المعادلة، وكمل الدور بيشوب سي 6 وهنا الأبيض لعب النقلة الرائعة اتش 6 والأسود لازم يدافع ولعب كينج اف 8. لو الأسود ملعبش كينج اف 8 وحاول يدافع بالوزير بكوين اف 8، الأبيض هيلعب ببساطة روك تيك سي 6 وبعد كوين اتش 6، الأبيض هيكمل في هدوء بروك دي 6 روك دي 6، وهنا الأبيض هيضرب ضربته النهائية بروك سي 8 تشيك، ودي تشيك ميت إلا إذا الأسود ضحى بالوزير والأبيض بياخده وبيفوز، ولذلك كوين اف 8 لا تصلح والأسود دافع بكينج اف 8، لكن هنا الأبيض كمل في خطته بروك تيك سي 6. الأبيض حاليا بيهدد بالفوز بروك تيك سي دي 6 وبعد روك دي 6، الأبيض بيلعب النقلة القوية روك سي 8 رابط الوزير على الملك، والدفاع الوحيد هو كوين تيك سي 8، وهنا الأبيض بينهي الدور بكوين اتش 8 تشيك، والملك لازم يتحرك والأبيض حيفوز بالوزير وحيفوز بالدور، ولذلك في الموقف ده الأسود مجبر على لعب روك سي 6 والأبيض كمل روك سي 6 والأسود كمل روك دي 7. لو الأسود ملعبش الروك دي 7 وأخد الرخ بكوين تيك سي 6، الأبيض هيفوز في مرحلة نهاية الدور بكوين تيك دي 8 تشيك، كوين اي 8، كوين دي 6 تشيك، كينج جي 8، كوين تيك اي 6، وبعد كوين اي 7 الأبيض هيلعب ببساطة كوين بي 6 والبيدق في طريقه لمربع الترقية بدون إزعاج، ولذلك كوين تيك سي 6 لا تصلح والاسود كمل بروك دي 7، وهنا الابيض انهى الدور بالنقله روك سي 8 بيربط الوزير، وبعد كوين تيك سي 8 الابيض لعب كوين اتش 8 تشيك، والملك لازم يتحرك والابيض هيفوز بالوزير وهيفوز بالدور. لكن قبل ما اسيبكم، الابيض كان عنده نقله افضل من هذه النقله، وهو ان يعطي تشيك ميت في ثلاث نقلات بكوين جي 7 تشيك، والاسود مجبر على لعب كينج اي 7، وهنا الابيض بيلعب النقلة الرائعة روك تيكس اي 6 تشيك، والبيدق مربوط على الملك، ولذلك الاسود مجبر على لعب كينج تيكس اي 6، وهنا الابيض بينهي الدور بكوين اي 5 تشيك ميت. واحب ان ابلغ اصدقاء القناة باني هانهي هذه السلسلة بثلاث أدوار رائعة لكابابلانكا وهو بيستعرض مقدرته الهائلة في مرحلة نهاية الدور، فهيكون الفيديوهات الثلاثة الأخيرة هي دروس في الاستراتيجية وفي نفس الوقت دروس في مرحلة نهاية الدور، وإلى اللقاء في الفيديو القادم. وأرجو إذا أعجبك محتوى هذا الفيديو لا تتردد في الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو والمشاركة بتعليقاتك.